السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير اخواني اخواتي، يا اهلا ومرحبا فيكم، حياكم الله في لايفنا الليلة، ليلة عرفة. عسى الله يرزقنا الحج، ويا رب يهني حجاج السنة هذه اللي يمكن اقل سنة فيها عدد حجاج، الله يتقبل منهم ويسر عليهم مناسكهم. هذه الليلة في هذا اليوم بالاخص يوم التروية، عادة حجاج ينتقلون الى منى يوم التروية، يباتون هناك وباكر الصبح يروحون عرفة. احنا موضوعنا اليوم عن عرفة لبقية المسلمين في الكرة الأرضية. من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه أن ما خصص فضلة في أشخاص أو أماكن أو ما يعني معينة بحيث أنه يمنع منها البقية. أن أعطى الله سبحانه وتعالى فضل لأناس في شيء فإنه يكرم البقية في شيء آخر. عرفة للجميع، وفضل إن شاء الله يعم الناس كلهم، وإن كان الحجاج لهم خصيصة في هذا، إلا أن الحمد لله رحمة الله واسعة وفي أشياء ينالها حتى غير الحجاج، هذه اللي راح نتكلم عنها اليوم. موضوعنا عن عرفة، عندنا 10 بـ10، 10 مميزات لعرفة ويوم عرفة هذا اللي باكر إن شاء الله الله يحيينا له، ثم 10 أعمال مهمة أو يعني ركز عليها هي برنامجنا في يوم عرفة. قبل هذا نقطتين سريعين في شيء لطيفة لغوية، شنو الفرق بين عرفة وعرفات؟ عرفة تطلق على الزمان يوم عرفة، عرفات تطلق على المكان، هذه أرض عرفات، هذا جبل عرفات، يعني عرفة للوقت الزمن اللي هو اليوم، وعرفات للمكان نفسه، وقد يطلق هذا على هذا الأمانة يعني. طيب لما سمي يوم عرفة؟ من وين هالاسم هذا؟ ذكروا في ذلك يعني عدة أسباب. قالوا إن إبراهيم عليه السلام وصف له عرفة، فلما أبصره ورآه عرفه، فعرف من إنه يعرف، يعني عرف اللي الله سبحانه وتعالى أو الملائكة بلغوا إياه وصفوا له شيء معين، هو عرفه ومكان عرفه، فلما شافه عرفه فسموه عرفة. وقلنا جبريل عليه السلام كان يعلم إبراهيم المناسك فينقله من منسك إلى منسك، ويسأل عرفت 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 إلى أن صار عرفة، هذا اللي هو المكان عرفة. وقالوا لأن الناس يتعارفون في هذا المكان، الحجاج كلهم يأتون في عرفة ما يتخلف أحد، فيتعارف المسلمون في هذا اللقاء العظيم، فعرفة من المعرفة، يعرفون بعضهم البعض. وقيل، وهذا من المعاني الجميلة، عرفة من الاعتراف، في عرفة الناس يعترفون بذنوبهم وبأخطائهم وبسيئاتهم خلال سنة، ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى وأن يغفر لهم هذا الذي مضى من ذنوبهم، فهو مكان الاعتراف. وقد يعني يصدق ويطلق على كل هؤلاء ولا مانع من ذلك. طيب شنو فضائل هذا اليوم ومميزات هذا اليوم اللي صار بهالمنزلة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها؟ أول شيء الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا اليوم في موضعين من كتابه، والفجر وليالي العشر اللي هما ليالي ذي الحجة، والشفع والوتر. الشفع والوتر أي واحد فيهم عرفة؟ الوتر، لأنه يعني وتر 9. الشفع اللي هو يوم ذي الحجة، 10 ذي الحجة اللي هو يوم العيد، الشفع 10، فالله أقسم بيوم عرفة ويوم عيد الأضحى كذلك. والله سبحانه وتعالى كقاعدة عامة إذا أقسم بشيء فيقسم لعظمته عنده سبحانه، له مكانه وعظمه فيقسم به. ولذلك ما يصير إحنا نحلف بغير الله، ما يصير نعظم غير الله، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، فإذا أقسم بشيء من خلقه فلتعظيمه. فهو الشفع والوتر اللي هو الوتر عرفة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. فبكرة هو اليوم المشهود، والله أقسم فيه أيضا، وكما قلنا الله تبارك وتعالى يقسم إلا بعظيم. فهذا الميزة الأولى أن الله أقسم فيه فيدلك على عظمته. 2، فيه تم الدين، نزلت فيه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى أن اليهود قالوا لعمر في عندكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد، هذا اليوم اللي تنزل عنها الآية اللي عندكم كان عيدنا بهاليوم، هذا آية عظيمة. قال ما هي؟ قال هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر إني لا أعلم أين نزلت وأين كان رسول الله حين نزلت، في عرفة، لأن كان عرفة يوم الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما حج، فنزلت عليه في عرفة وهو يوم جمعة وهو يوم عيد اللي هو يوم عرفة. وهذه الميزة الثالثة بعد ما أن
الله أقسم فيه نزلت فيه آية إكمال الدين، يعني مثل ما احنا الواحد يتشرف أن رمضان ليلة القدر أنزل فيها القرآن، بدأ التشريع، نقول له في عرفة ختم التشريع، وأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم، هناك اقرأ أني اليوم أكملت لكم دينكم. الميزة الثالثة أن يوم عرفة يوم عيد، قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهو يسمى عيد عندنا كمسلمين. اليوم الرابع فيه ركن الأعظم، ركن الحج الأعظم، قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، اللي ما يوقف بعرفة ما يلحق هذا حجه باطل، انتهى، معذور غير معذور، الحج عرفة هو الركن الأعظم في عرفة. خمسة، من فضائل هذا اليوم وميزاته مباهاة الله تبارك وتعالى بها العرفات، إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، الله يباهي يعني بهؤلاء البشر خلق اليوم في عرفات، يباهي من الملائكة، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق ماذا يريدون، يعني تجلي من الله تبارك وتعالى لها العرفات، وهذا خاص بهذا اليوم. ولذلك في كلمة كتبتها تغريدة بس ما نزلتها الحين، نزلها إن شاء الله باكر، إن إحنا في كل يوم الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير ليجيب الدعوات والسائلين ويعطيهم، لكن في عرفات ينزل في النهار، كل ليلة يقوم له الخلص، الناس الخاص، مو كل واحد يقدر يقوم بالليل ويسأل، لكن في النهار كان الله سبحانه وتعالى يسهل للناس سؤاله ونزول لهم في وقت يعني صحوهم، مو نوم، مو وقت غفلتهم، كلهم موجودين العصر، الكل موجود، فينزل تبارك وتعالى السماء الدنيا ويباهي بها العرفات ويستجيب الدعوات سبحانه وتعالى. ستة، وهذا من الأمور العظيمة في عرفة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. شنو الموضوع هذا؟ الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني آدم كلهم، هذا الحدث كل حدث في يوم عرفة من الخلق القديم، لكن كان يوافق عرفة، وبنعمان، نعمان هذا جبل قرب عرفات، فالمكان والزمان عرفة، في هذا اليوم الله أخذ الميثاق على بني آدم، على هذا الذر الخلق العظيم اللي مسح ظهر آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا الميثاق اللي الله أخذ عليهم، وهي الفطرة التي الله سبحانه وتعالى أعطاها بني آدم، يشهدهم على التوحيد، يأخذ الميثاق عليهم على توحيده، هو الرب المعبود الوحيد، هذا كان في يوم عرفة، فلذلك يوم عرفة يوم تجديد هذا الميثاق، تذكيرنا فيه أن الله واحد، المعبود واحد. ولعل والعلم عند الله، هذا من أسرار الميزة السابعة اللي بعدها، هي أن خير الذكر في عرفة أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، وكأن هذا الذكر صار أفضل الذكر لأنه يوافق أخذ الميثاق بالتوحيد، واضحة؟ فمن المميزات يوم عرفة أنه يوم أخذ الميثاق العهد على بني آدم، والله يذكرهم ويقرهم بتوحيده سبحانه، فصار الميزة اللي بعدها السابعة أفضل الذكر في هذا اليوم هو كلمة التوحيد. والميزة الثامنة أيضا لعلها من شيء يترتب على شيء، ها، أن في الأذكار عندنا أذكار الصباح والمساء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، في حديث مرة، في حديث 10 مرات، في حديث 100 مرة، كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل، أو 4 رقاب منه، أو 10 رقاب من ولد إسماعيل حسب عدد المرات، ها، هذا الذكر تأخذ أجر عتق الرقاب، لكن في يوم عرفة صار هو يوم عتق الرقاب نفسها، يعني مو تأخذ أجر إنك اعتقت رقبة، الله يعتقك أنت. الميزة الثامنة لعرفات، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، صار في هو أكثر يوم في العام كله في عتقاء من النار. من الأشياء اللي تكون سبب لعتقك من النار تكرار كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد دائما جزاءها تأخذ أجر العتق، تأخذ أجر العتق في عرفة أنت تعتق، واضحة التركيبة والفكرة؟ هذه الميزة الثامنة اللي هو يوم العتق من رب العالمين، أكثر يوم في عتقاء من النار
حتى اكثر من ايام رمضان فرادى، يعني لو اخذنا رمضان كل واحد بروحه عرفه اكثر منهم واحد واحد. يعني 9 الميزه قبل الاخيره، قال صلى الله عليه وسلم: افضل الدعاء دعاء يوم عرفه. احسن وقت بالسنه كلها تختار تدعو الله فيه يوم عرفه، فرصتك. الميزه 10 والاخيره، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفه اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعدها. كتبت بتغريده قبل شوي دزيتها المره مو خاشه. صيام 15 ساعه باكر، 15 ساعه احنا نصوم بالكويت تقريبا، اتوقع الخليج مثلنا. صيام 15 ساعه يكفر سيئات 17,280 او 820 ساعه، اللي هم مال سنتين. عدد كل اللي يصير بهال 17,000 ساعه من سيئاتك يغفر بسبب صيامك 15 ساعه باكر. هذه مميزات يوم عرفه اللي الله سبحانه وتعالى خصها فيه. طيب شنو نسوي؟ طبعا هذا البرنامج اللي هو شنو نسوي برنامج هو مقترح حسب الفضائل اللي وردت والتي الله سبحانه وتعالى جعلها لنا ايضا بشكل عام، لكن احنا يعني نقتنص هذا اليوم المبارك ومن افضل ايام السنه لاهميه هذه الاعمال، فلما تكون في يوم عرفه يكون لها الفضل العظيم. اول عمل وتحرص عليه في يوم عرفه: تجديد التوبه الى الله سبحانه وتعالى. توب واستغفر من كل شيء، خلاص خل هذا اليوم بدايه جديده، تجديد العهد مع الله. يا رب انت ربي، يا رب خلاص ما في عصيان، ما في ذنوب، ما في سيئات. توب الى الله سبحانه وتعالى واستغفر من جميع الذنوب، ترى هذا اولى من اي شيء ثاني تفكر فيه. اختم قران ولا لا لا لا، الكلام هذا كله التوبه واجبه، فرض. فرض ان تتوب وتترك الذنب، فابدا بالفرض. واحد. اثنين، تخلص من كل الاضغان والاحقاد والكراهيه الشيله بالقلوب على الناس. تنقي قلبك، تصفي صدرك، تزكي نفسك، خلاص سامح، اعفو عن الناس. ترى ما راح تستفيد من الاعمال الثانيه، ما راح تستطعمها ولا تستلذ فيها طالما انت في قلبك شيء على احد من الناس. فرصتك. وابتغي عند الله من اغفروا كما قال صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر لكم وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ انت قلت ابي الله يغفر لك ويعتقك من النار، بس سامح الناس واصفح عنهم واغفر لهم واعفو عنهم، والله يعاملك بالمثل بل افضل. فاول شيء استغفار وتوبه، تصفيه القلب على الناس جميعا. ثالثا الصلوات. لا يطوفك فرض في وقته في جماعة بالنسبة للرجال، والنساء في وقته مهم جدا. الصلاة أهم الأعمال على الإطلاق. أهم شيء تهتم فيه في عرفات هو أنك تقيم الصلاة في وقتها الصح وبالطريقة الصحيحة. والأشياء اللي تحرص عليها في الصلاة باكر حافظ عليها، انتبه وركز على خشوعك فيها، لأن حسبة الصلاة والأعمال في عشر الحجة غير. خل هذه الصلوات خيرة الصلاة اللي انت صليتها وأديتها، حافظ على خشوعك فيها. شيء ثالث من الاقتراح كذي يجرب، حاول باكر تدخل لك ذكر جديد من أذكار الصلاة اللي انت محافظها عشان يعني تجدد بصلاتك شوي. يعني يجرب باكر دعاء استفتاح جديد احفظه وباكر خله هو بصلاتك من أدعية الاستفتاح مثلا. ها تسبيح جديد من تسبيحات الركوع والسجود، صيغه جديده من صيغه التحيات او التشهد الصلاه لبره، شيء جديد شيء جديد تسويه عشان قلبك يحضر في الصلاه، تعين نفسك على الخشوع في هذه الصلاه. هذا الامر الثالث اللي هو الصلاه، ها قلنا استغفار وتوبه، تصفيه القلب، الاهتمام بالصلاه. اربعه السنن والنوافل قدر المستطاع، على الاقل يعني صلاه الضحى لو ركعتين، السنن الرواتب 12 ركعه، وقيام الليل والوتر لا ركعتين بالليل مع الوتر. لا تطوفك يعني هذه بهذا البرنامج في اليوم المبارك. خمسة الصيام، وذكرنا فضلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ستة جلسة الشروق، احرص عليها قدر المستطاع، اقعد صل الفير. طبعا احنا الآن ما في من قاعد في المسجد، صل الفير ورجع البيت على طول، والنساء في البيوت قاعدين. اذكر الله، اقرأ وردك من القرآن، كمل أذكارك، تبي تتعلم تقرأ كتاب علم شرعي، أي شيء في ذكر الله سبحانه وتعالى. ليش تروح تاخذ أجر حجة وأنت في بيتك؟ ما الله ما رزقنا الحج إلا السنة هناك، إن شاء الله ما نطوف أجر الحج وإن كنا في بيوتنا وفي أماكننا. فاحرص على جلسة الشروق تتمها لتذكر الله سبحانه وتعالى، ثم تصلي ركعتين. سبعة القرآن، هو خير الذكر. وأظن أن في ناس كثيرين بدأوا بختمة في العشر، بداية عشر الحجة أتوقع. إذا قدرت تختم باكر ممتاز، يعني بعضكم مبرمج نفسه يختم في العيد، فباكر يمكن ثلاث أجزاء وعقبة ثلاث أجزاء. ما يضر، الله يعطيك العافية، قدرت تخلص باكر ممتاز. ليش؟ في الختمة تتنزل الرحمة، فتعرف اللي أنت قاعد تحشد كل أسباب الإجابة والرحمة. أنت صايم ويوم عرفة
وتذلل وختمة واضح. فإذا قدرت حتى لو ما قدرت تختم لا تنسى القرآن، انشغل فيه، فهو من خير الأذكار اللي تذكر رب العالمين فيها. ثمانية الذكر، وإحنا ذكرنا هذا أن الذكر من أفضل الأعمال والعبادات في عشر ذي الحجة، ولذلك شرع التكبير المطلق والتكبير المقيد، والتكبير المقيد يبدأ باشر من صلاة الفجر عرفة، يبدأ التكبير المقيد بعد الصلوات أول ما نسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله من الله أكبر الله أكبر، هذا من باكر يبدي من فجر بكرة عرفة إلى ثالث أيام التشريق، يعني خمسة أيام تقريبا. فاهتم بالتكبير المقيد، واحد. اثنين الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثلاثة التكبير المطلق بشكل عام نفسه اللي احنا كنا نقوله. أربعة اللي هو اللي مساعد لنا كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه ترى الكلمة جاءت في حديث في الدعاء، يعني قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة، يعني خير ما قلت من الدعاء هذه الكلمة. هذه الكلمة مو بس ذكر، هي دعاء مع رؤية الدعاء يا أخواني أخواتي، مو بس دعاء سؤال يا ربي تعطيني ترزقني، لا في دعاء ذكر، إنك أنت تمدح الله وتذكره، وما في كلمة تعظم في رب العالمين تمدح مثل هذه، لأن فيها أفضل الذكر وفيها أفضل الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وهذه فيها له الملك وله الحمد. فأنت جمعت الخير كله في هالكلمة. القصد إن هذه الكلمة اشغل فيها وقتك، هذا رقم ثمانية اللي هو الذكر. تسعة الدعاء، والدعاء نصيحتي ادعو بكل وقت. بعضنا يقول أنا خاش أشياء أبيها بخليها عشية، يعني العشية اللي هو بعد العصر للمغرب آخر شيء، بخليها آخر شيء بجهز الجو وبدعي رب العالمين. صح سوي كذي، بس لا تلغي الدعاء طول اليوم بس خاش الدعاء هناك. تدري ليش؟ ترى الدعاء يحتاج مرات، يعني مرات قلبك كذي يرف أو يعني يرق في وقت أنت ما تكون في بالك، في صلاة من الصلوات، وقت الضحى، وقت الظهر، غير الوقت اللي أنت مخطط له. ادعو، يعني هذه المشاعر لما تيك استغلها في الدعاء. شوف زكريا لما شاف عن مريم الرزق فاكهة الشتاء في الصيف والشتاء في، هذا الشيء اللي شوفه لما شاف أن لك هذا قالته من عند الله أن الله يرزق من يشاء بغير، موقف، هذا الموقف خلى قلبه استغل هذا. تعرف مرات يجيك شعور ثقة بالله ما يك الوقت إذا ياك تدعو، وهذا عشان يجيك مرات تحتاج أنت تكثر دعاء بكل وقت. لذلك دعاء زكريا لما يا له المشاعر هنالك دعاء زكريا ربه اللحظة، لأن هذه المشاعر مو كل وقت أنت مرات تضبط نفسك حق هالوقت ذاك العصر قلبك مو حاضر يكون. علشان كذي ادعو من اول يوم من بدايته من الفجر وانت تدعو وتتكرر وتكرر، كأنك قاعد تسخن قلبك بحيث انه في اخر يوم اخر اليوم من النهار من عرفه يكون وايد حضر قلبك. غير كذي انك انت تكون الححت على الله في الدعاء طول اليوم، تلح على طلبك وعاشتك ثم اخر يوم عرفه كذلك تدعو الله سبحانه وتعالى. فلا تخصص دعائك بس بعد العصر، هو الوقت الفاضل لا شك، لكن ابدا الدعاء من الاول راح تستفيد وايد في ذاك الوقت اللي هو اخر النهار. في الدعاء كذلك اللي ما يدري شنو يقول او عنده ما يمنع، اخذ كتاب في الادعيه، وكثيره كتب الادعيه اقراها بنيه الدعاء، افتح الكتاب وابدا دعاء، انت تدعو بنيه الدعاء وانت تقرا الادعيه كلها. يمكن ياخذ من الكتاب تقرا 10 دقائق ربع ساعه، بس ما تخلي الدعاء من ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام الا وقلته، عشان ما يطوفك هذا اليوم انت تكون طوف دعاء خير. فجهز لك كتاب مثل في كتاب الدعاء حق شيخ سعيد القحطاني رحمه الله عليه، في اوراد، في كذا كتاب فيهم ادعيه كثيره، ادعو الله سبحانه وتعالى فيهم. وكذلك اهتم بوقت العصر اللي هو عشيه عرفه، ولا تنسى تدعو لغيرك. اخر امر لا تنسى انك تتصدق صدق الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، تدعو الله فيها وتتوسل اليه ان يعطيك سؤلك ويستجيب دعائك. شوف هذا الحشد اللي انت قاعد تحشده كله، مثل ما قلنا انت صايم متصدق، يعني قدمت صدقة بين يدي دعائك، كثير الذكر، واحنا نعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترد دعواتهم، الذاكر الله كثيرا، فانت وايد قاعد تذكر الله. اشغل يومك هذا عرفة من الفجر الى اخره، يا اقرأ قرآن، يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك له الحمد على كل شيء قدير، يا قاعد أدعي ربي وأسأله وأتضرع إليه وأتبتل، لا تسكت،
لا تسكت لا تسكت، انتقل من خير إلى خير، فرج عن مهموم إذا قدر، تبي تصل أرحامك، تسأل عن أحد من أهلك، لا خل اليوم مليان عبادات. وطلب مني أخوكم طلال عشان العشر من اللي بيننا بخصوص الصدقة، بكرة إن شاء الله راح أحط لكم رابط لمشروع يخص إحياء النفوس، مساعدة مرضى فقراء ما عندهم تكاليف البسيطة للمرض، قد يموتون بسبب هذا المرض اللي تكلفته بالنسبة لنا بسيطة، نوعين المرضى على العلاج والشفاء. راح أنزل هذا الرابط بالستوري، ترفع الصفحة تلقاه، وراح أحطه في البايو. إزاكم الله خير، دشوا عن طريقي أساس إن شاء الله كل صدقة منكم في هذا المشروع أخذ ميزانها، يعني أخذ أجر معاكم، لأن أنا دليتكم عليه، يعني باب تبادل المنفعة والشراكة في الأجر. لا تنسون هذا الشيء، ودعونا معاكم الله يرضى عليكم، دعونا أن الله يعتقنا من النار. استغل هذا، استغل الفضائل على بعضها، كثرة الذكر، كثرة الدعاء بالعتق من النار، لأن الله يعتق ناس كثيرين من هذا في هذا اليوم من النار. ادعوا لغيرك ولا يقول لك الملك ولا كمثله، لا تخلون الخير، خلوا وقتكم مليان ذكر. وصدقوني يا أخوان أخواتي، اللي يعيش باكر يعني كذي الذكر عنده طفوح، قلبك راح يعيش بجنة ما عشتها من قبل، لأنك أنت قاعد تعبي قلبك حياة وروح. شفت اللي يعطي جسمه أكل صحي، عصير طازج، خضرة، فاكهة، شوف جسمك يصير شلون كذي، قلبك هو غذاء الذكر. فإذا أنت شحنت ذكر راح يطير من الفرح، وتشوف قلبك معلي معلي فعلا، تفرح. عشان كذي بالعيد باكر افرح للي سويته أمس في عرفة من عبادة الله سبحانه وتعالى. استغل كل لحظة في ذكر، في دعاء، في قرآن، ولا تنسى الصدقات الطيبة، ولا تنسى الرابط اللي راح أجزلكم إياه بكرة إن شاء الله، نضحها حطها لكم، عسى الله يجعلنا شركاء في الأجر، أن يعني ربي ما يحرم أحد فينا الأجر، سواء الدال على الخير أو فاعلة. عسى الله سبحانه وتعالى ينفعنا وياكم، يتقبل منا ومنكم. يمكن شوي طولنا، لكن اليوم هذا يستاهل، هو من أفضل أيام العام. دقيقة أحفظ لكم هذا اللايف وارجع لكم إن شاء الله حق سؤال.